قبل المقطع يا حبايب نزلت لكم مقطع مقارنة كلش قوي بين نورمار وباريش دادا. أريد أشوفكم يا فانزات نورمار الجلادين وبنفس الوقت فانزات باريش دادا. بالوصف يا حبايب أريدكم تدخلون على المقطع وتشوفون المقارنة وتشوفون منو فاز ومنو خسر والأسباب ويفجروا لكم أنت جمهور باريش جمهور نورمار. ويلا نبدأ المقطع. الخبر الأول اللي عدنا عن ياسو وأخيرا رجوعها اليوتيوب، فقط صار لها تقريبا فوق الشهر قاطعة اليوتيوب، ولكن وأخيرا نزلت هذا الستوري. كان أسأل متابعيها شنو حابين إنه هي تنزل مقطع، هل فلوج أو قصة؟ هذا يعني بالأكيد إنه هي راح ترجع تنزل فيديوهات، فان شاء الله الف مبروك على الرجعه يا حبايب، وطبعا بالاكيد منتظرين المقاطع الخرافيه اللي راح تنزل لنا اياها، واكتبوا لنا حبايب بالكومنتات هل انتم فرحانين بهذا الخبر او لا، وننتقل حاليا لابو فله وصول حسابه بالانستغرام لل 5 مليون متابع، فان شاء الله الف مبروك على اقبال 10 مليون يا رب، وطبعا لا تنسون يا حبايب انه تباركوا له بالكومنتات على هذا الانجاز. ننتقل حاليا لانس وصاله واخيرا نزول اغنيتهم الجديده اللي هي الاغنيه الانجليزيه. طبعا الاغنيه نزلت على قناتهم الانجليزيه بهذه الاغنيه، اصراحه الاغنيه كانت كلش خرافيه وقويه، بالنسبه للاشخاص اللي سمعوها فانصحهم يروحون يشوفوها، وبالنسبه للاشخاص اللي شافوها يكتبوا لنا بالكومنتات شنو تقييمكم لهذه الاغنيه. ننتقل حاليا لمحمد كريم وفضيحه البيسان اسماعيل وقمر مار، الموضوع التهكير اللي صار كله عباره عن كذبه. فمحمد كريم يا حبايب نزل شويه ستوريات كان داير بها على المتابعين اللي يسالوه ليش هو شال الصوره المصغره مال حسابه، مثل ما شايفين يا حبايب هو شال الصوره لحطها. طبعا بالنسبه للاشخاص ما يعرفون انه شخص لما يشيل الصوره المصغره مال حسابه فصل منه صعب انه هو التهكير الحساب الانستغرام مالته. وبنفس الوقت هو صار يقول اتوقع انه قصه الهكر هي عباره كلها عن عباره كذبه، يقول هو سال اشخاص مختصين بهذا الموضوع وقالوا هذا الشيء مستحيل انه يصير. اكو ما ادري احطكم ستوري مالته كلام كلش مهم شوفوه. يا ربع شلونكم؟ اول شيء شراب مالتي المفضل مورس، جماعه روسيا يعرفونه، هذا يعدل ضغط الدم. اوكي ايش عليكم هسه؟ والله ما ادري. المهم ليش الحساب بدون صوره؟ لانه حسب ما نشوف انه اغلب الحسابات قاعده تطير، تمام؟ ما اعرف اذا هاي السالفه كانت صدق او لا، انا صراحه أنا اشك بيها يعني تقصد، تمام؟ يعني ماكو هيك شيء، لانه سالنا ناس مختصين بهاي السالفه وقالوا حاليا ماكو ثغره، تمام؟ فاعتقد متقصده، بس يعني ان بعض الظن اثم، فاذا ما متقصده السالفه فالسالفه يا ربع يعني واحد الاحتياط واجب، فشيل الصوره ولو هو الهكر، يعني اذا عنده ثغره لو يجي الحمزه ما يوقف، لا صوره توقف فيه، بس الله شاهد على الواز هيك عالم شالت الصوره خبرونا قالوا شيل الصوره، شيل الصوره على الواز يعني هيك بجوز بالليل ارجع هاي. المهم اما بالنسبه للهكر فرساله حبيبي للهكر اسمعني كل زين ورا هذا الستور. شوف عزيزي الهكر ادري بك انت عندك يجوز ثغره اذا السالفه تطلع صدق، يعني اكو هكر وده يصير هيك سوالف، يعني اكو ثغره بالموضوع. شوف حبيبي من الاخير عبالي خايف من عندك؟ اي حبيبي بذات امك، يعني انا اعتبروني وياكم حلو؟ انا احبكم اموت عليكم انا حلو؟ اذا كنت مصري فانا اعتبرني اللمبي حلو؟ اذا كنت من سوري اعتبرنا ابو شهاب، اذا كنت عراقي فاعتبرنا محمد كريم عراق الصغير القديم، بربكم يعني ما عندنا شيء احنا يعني مثل اخوانكم، والله تحتاجون شيء من عندنا نشر شيء؟ تعالوا علينا والله العظيم، ليش تطيرون هاي؟ والله العظيم ترى انا احبكم وياكم، من اي طائفه كنت انا ويا طائفتكم، حلو؟ من انتم؟ كفار؟ انا من كفار قريش، ابو لهب كانوا يصيحوا لي، وين تريدون اروح وياكم؟ بس يعني الله الشباب الطيبه يعني ليش يعني ليش اخي؟ ليش؟ ننتقل حاليا لنور ستارز وخصفها بطريقه غير مباشره النارين بيوتي، فالقصه كلها بدت يا حبايب، لما نور نزلت هذه الصوره كان سوى شعرها بهذه الطريقه. بعد تقريبا كم ساعة اياتهم نزلت هذه الصورة كان مسوية شعرها بنفس الطريقة، فنور ستارز سوت خصف بطريقة غير مباشرة، نزلت هذه الستوري كاتبة والله ودي اعمل دراما ويا اياتي، لان هي قلدت شعري شجعني احمد، وبالستوري اللي بعده قالت وفضحت فكرة الفيديو اللي هي تريد تسويه فشجعني او حمسني برهوم، واللي نوعا ما قاعد تقصف اللي هي نارين بيوتي انه سوت الدراما خسر قوية من قصة الجيمنج تقليد الفكرة عبارة عن فكرة تافهة سوت من عندها دراما، فاكتبوا احباب بالكومنتات شو رايكم بحركة نور ستارز وخصف نارين بيوتي بطريقة غير مباشرة. وطبعا بعد نزل شويه ستوريات صارت تفضح بها اليوتيوبر اياتي ان هي قاعده تكذب على متابعيها، فنزلت هذا الستوري على اساس انه هذا صباح الخير مالتها، فتقول اساسا الصوره هي مبايقتها هي صوره مو لها، وشفت الكلام شويه اشياء ستوريات صراحه كلش تضحك، راح احطكم ستوريات مالتهم اللي حابب نشوفها كامل. جايز اليوتيوبرز كذابين كذابين، خليني اكشف لكم هاي القلوده اللي قلدتني وعملت اظافرها، ليه قلدتيني ها؟ ليه؟ ليه؟ حقيقي كنا حنموت. انت من اليوم ورايح خيارة معفنة، خيارة معفنة، وينك مع البواكن معفنة نور؟ استنى احمر احمر احمر. جايز روحوا على الستوري عندها راح تلاقوها منزلة صباح الخير مع القهوة وكوكي. كذب، الصورة قديمة عشان تعرفوا كذب اليوتيوبرز، الصورة قديمة احنا حاليا في الغابة صورناها امس كذابة اخذتها من اختها لا خلاص
وصلوا يا حبايبنا، وصلت المقطع تمص عجبكم نسيسون المقطع نزلته بالوصف يا حبايب الكل، يروح يشوفه فانزات نورمار. خلينا نشوفكم وينكم فانزات باريش دادا روكو، اريد اشوفكم كلكم هناك وبس. كان فايز زين، مع السلامه.